قررنا أن ندعو حوالي 15,000 واحد، وقلنا يحضر معنا 12,000 في الغالب ليس أكثر. فجاءت التقديرات تقول أن هنالك 20,000 واحد الذين يحضرون واستطاعوا أن يدخلوا إلى هذه القاعة، والذين لم يستطيعوا بقوا المساكين واقفين في الباب ربما ينصتون بالصوت فقط، فليعذرونا ليعذرونا جزاهم الله خير. ماشي مهم هاد 12,000 بالحق. جاوبوني، واش كاين شي واحد فيكم خدا الفلوس باش يجي؟ اسمحوا لي اسمحوا لي، واش كاين شي واحد فيكم ضغط عليه شي رجل عنده نفوذ او شي عون من اعوان السلطه باش تجيو؟ جيتيو بخاطركم؟ لو كان من الممكن ان تاتوا بكل اصدقائكم، واش ما كانش غيكون العدد اكثر من هذا الشيء؟ اسمحوا لي انا غنقول لكم، ربما انتم ما كتنتبهوش لبعض الامور. مجيئكم، دخولكم في نظام وانتظام، دخولكم وجلوسكم خلال هذه الساعات الطويله، صبركم، انضباطكم بدون قوه قاهره تضبطكم، كل هذا دروس يجب ان يتعلمها الذين يريدون ان يمارسوا السياسه الحقيقيه. وهذا دليل منكم ومن إخوانكم وأخواتكم والأعضاء الذين لم يلتحقوا بهذا الحفل البهيج، أنها ستكون حملة انتخابية حقيقية من قلوبكم إلى قلوب الشعب المغربي، تتوج بالنصر إن شاء الله الرحمن الرحيم.